طيب خالد صالح، انا لما قلت انك انت في المدرجات كان مجرد تخمين، لانك انت كنت مسؤول عن التغطية. لا 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 ما كنت مسؤول، لا لا ما كنت مسؤول، كان مسؤول يسري حمدي. اوكي 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 انا غلطان في هذه. اوكي اوكي انا غلطان. لا لا بس اعتذر على المعلومة اللي ذكرت انت خطأ. طيب اوكي اوكي انا اعتذر لك الان قدام الملايين انا. طيب خليني اكمل، خليني اكمل يا صالح. لا بعد ما تعتذر تكمل، تعتذر اول بعدين تكمل، لا تصير مثل فيصل اللي قال الحين من يوم يسمع اعتذار يهرب. اعتذرني يا اخي خلي اتسع. طيب انا اسف، لحظة خليني اكمل. خمنت تخمين غلط. لا بس اعتذر عن تخمينك، ادعوا مني تخمين، اجل انا خمنت غلط. انا لا ذكرت معلومة اعتذرت عنها. لا مش شجاع. انت اعتذر عن المعلومة اللي تقول كنت في المدرج. عمري ما رحت سنغافورة انا. طيب لعلمك وعلم غيرك ممن يتهموه صالح الحمادي ما زالوا في الاعلام وفي كل وسائل الاعلام سابقا، لاحظ من 21 سنه وصالح الحمادي مشغلهم ومقر مراجعهم في النوم يحلبون صالح الحمادي انه كتب انه قال انه عمل. ليش؟ ليس تطاول بصالح الحمادي، لان صالح الحمادي سيف حق يقول الحق عليك وعلى عبد الله المدحم وعلى الثاني والثالث ولا يخشى في الحق لومة لائم، بدليل الأخ خالد إسماعيل البارح يوم قال إنه أمير اتصل وأعطاه المعلومة هذه، قلت أتمنى الأمير اللي كان لديه الأمانة إنه يشهد ضد صالح الحمادي ومع الأخ خالد إسماعيل شهادة حق ومع ضد المنتخب السعودي وضد جهاز الفني المنتخب السعودي أن يمتلك أيضا الشجاعة الأدبية ويتصل ويقول أنا فلان إنه نعم أشهد مع خالد إسماعيل. هذا دليل شجاعة صالح الحمادي، ولذلك كثير من الناس لو يصير حادث في الواقع الواقع قالوا صالح الحمادي خلفه وهو جالس في بيته في الرياض. تفضل يا استاذ محمد. استاذ محمد. استاذ محمد. خلاص خلص كلامه اللي صالح. اي نعم ما راح يقاطعك الحين. تفضل يا حبيبي. خليني اعصابي شوي وخلنا اتكلم واخذ راحتي. ان شاء الله ان شاء الله يا محمد. شربنا ماي تفضل. ما نقري عليه. ان شاء الله ان شاء الله. استاذ محمد ممكن بس بعد اذنك تقصع صوت التلفزيون؟ اعتذر منك اذا انا قلت لك ان انت في سنغافوره، لانه انا توقعت مجرد توقع وانا اعتذر منك. شكرا محمد اشكرك، تفضل يا اخوي. الحاجه الثانيه، الحاجه الثانيه انك تقول انه ماجد قال الكلام هذا، وماجد ما قال الكلام هذا نهائيا. خلاص قلت لك يا اخي معلومه خاطئه واعتذرت انا. لازم تعتذر لماجد، تعتذر لي انا. لانك انت غلط علي انا. اعتذر منك يا اخي محمد امام الملا وامام الملايين، انا اسف على المعلومه اللي قلتها وكانت مضروبه. انتهينا؟ عموما انا حبيت بس اوضح يا حبيبي يا صالح. تسلم تسلم. تبقى شوف محمد ترى الرقي بين الرجال بالذات لما نوصل مثل هالمرحله من النضج والخبره، ترى ما هو عيب انه نختلف وما هو عيب انك تطلع توضح معلومه، واحييك على شجاعتك، مو مثل امس اللي مرر معلومه برساله تطلع وتتكلم على الملا، ترى هذه تكبر في قامه الاعلام السعودي، سواء مذيع، سواء مراسل، مراسل صحفي، مراسل تلفزيوني، رئيس تحرير، مدير تحرير، هذه تكبر في قامتنا كاعلام سعودي نختلف، ولاحظ اختلافنا. نقي طاهر شريف عفيف ما في تدليس، نقول معلومة أصلا اللي ما يتكلم اللي قاعد عند أمه هناك ولا نايم على المخدة هذا ما يمكن يغلط في معلومة ولا شيء، لأنه ما يهرج. اللي يهرج هو اللي ممكن تبدر منه معلومة تكون خاطئة وغير خاطئة. يا كثر معلومات اللي قيلت عني، وأنت أخ محمد أكثر من يعلمها، وفرصة الآن لو صحح. هناك من قال إني احتفلت وكنت في سنغافورة، في حياتي لم أحضر مباراة المنتخب في سنغافورة. هناك من قال إني التهبت، الكابتن الأخ العزيز ماجد احمد عبد الله بانه مصاب بالايدز، عفى الله كل مرضى في العالم عفان الله، ومع الاسف الشديد كتبها مثل عدنان جستري فواصل، واقوله بالاسم ليش؟ لانه كتبها في مجله فواصل، وتحديته على الملا، واتحدى انه احد يجي يقول اني كتبت عن الكابتن ماجد عبد الله مثل هذه الامور، انا لا يمكن اكتبها عن شخص غير مسلم، اي انسان. انت ما تتمنى يا اخي للمريض في الحروب وهي حروب طاحنه عندما يسقط الجندي مصاب على الطرف الاخر ان يقوم ويعالجه، ما يجي يقتله مثلا. ولذلك بالنسبه لنا كمجتمع رياضي عربي وسعودي، عندما ياتي اشخاص مع الاسف يتقولوا على صالح الحمادي انه هو من عانق الصحفيين عندما طرد ماجد، ما هو صحيح. يقولوا هو اللي قال عن دم ماجد عبد الله ملوث، ما هو صحيح. هم اللي قالوا ماجد عبد الله دمه ملوث، ما هو صحيح. كل الاشياء اللي تتقول علي
مع الأسف ما يسعيها، ولكني أمتلك الشجاعة أني عندما أذكر اسم الأخ محمد خيري ويكلمني بمثل هذا الأسلوب أني أقول يا أخي محمد نقلت عنك المعلومة، وربما يكون لدي في المستقبل أنه أحصل على الشريط أو أحصل على المقالة وأبلغك في وقته، أو نأتي للمجلس على حسابي مستعد بدون دعوة أقول هذا الأخ محمد موجود وهذه هي المقالة. هذا كله تصفية حسابات. لا لا ما في حسابات. لحظة لا ما أتكلم. لحظة ما أتكلمك الآن عن سيد محمد خيري. إيه لا أنا أكلمك عن القضايا اللي انتهينا أو القصص اللي لا اتهامات علي يا خالد. ترضى بالتهم؟ اتهمت في المجلس الماضي بس كم انه من قبل عبد الله المري يوم قال انك قلت عن ماجد كذا. لا يا اخوي رديت عليه. اي رديت عليه انا قدامي صح. لحظه أوكي. لسبب بسيط يا اخي. عيب 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 خزي عار يعني. ليش خساسه يستهدفونك يعني كل الاتهامات لك؟ ليش ما انتم طيب خالد اسمعي بسالك سؤال عندك شفت لاعب مهاجم انه يتعرض للطرد والضرب والتكسير؟ اكثر واحد قلت لك محمود سلطان ذاك اليوم مباراتنا مع البحرين في كاس اسيا 88 اكثر واحد مضرب وجهه في وجهته وفي جبهته هو ماجد عبد الله. ليش؟ لانه هو هداف المنتخب السعودي. دائما الشخص البارز اللي يطرح اموره وكذا ويناقشها. وانا ما بدي بصراحه ترى اشكرك يا استاذ صالح على الكلمه الاخيره. إيه لما توضح وجهات النظر مثل هذا. لا لا اللي قبل اللي ايش الشخص اللي البارز اللي شو؟ لا اتكلم اللي يخرج ويبارز الناس بالراي. جميل شكرا. معروف هم اللي بيكتب معنا. استاذ محمد خيري. يا استاذ محمد خيري. اي اوامر ثانيه طال عمرك؟ نعم معك. اي نقطه ثانيه وتعقيب؟ ابدا انا بس كلمه اخيره احب اقولها. نعم. انا اشكر صالح حبيبي على صراحته. شكرا. وشجاعته ايضا. وفي نفس الوقت احب اقول كلمه اخيره انه ماجد عبد الله يظل قدوه لكل اللعيبه فنا واخلاقا وابداعا. صحيح. ومبارك غانم يظل لاعب كبير له اخلاقه ومستحيل ان نقول الكلام اللي سمعناه لانه فعلا لاعب كبير ومثل على الحكم. وانا اعتبر هذا الذكاء من اللاعب لانه فعلا اللاعب الذكي مهم جدا في الملاعب. بس سؤال اخير اخي محمد قبل تقفل ما دام انك تتكلم. شوف من لسانك قدام ماجد عبد الله اللي ما انطرد في حياته بهذه الاخلاق والدماثه والادب وكذلك مبارك غانم، وش اللي خلى البنيه تطلع؟ جاوبني بس بكل براءة الحمادي، براءة طفولية أنا غشيم ما أفهم، وش اللي خلى ماجد عبد الله في مباراة حاسمة نتعادل مع نخسر مع الصين ونتعادل المباراة الثانية أعتقد مع قطر، وهو الماجد اللاعب الهادي اللي يقول عن بيلي بنغهام أكثر اللاعبين برود واللاعب الخلوق والمؤدب ومبارك غانم خلوق ومؤدب، يا إخوان لاعبين خلوقين مؤدبين محترمين. ترى الله ينزل عليك وحي. لا يقول لك اطلع بالحكي. الله يلهمك هذا الهام من الله. بدرة طفولية لصالح الحمادي، يعتبر صالح الحمادي طفل ما يفهم في الإعلام. وش اللي خلى ماجد عبد الله بوم يضرب اللاعب بدل ما يحاول يسجل هدف وما سجل في مباراتين سابقتين وهذه المباراة حاسمة؟ علمني يا أخ محمد خير اللي كنت متواجد في سنغافورة بارك عالم على خلق ومحترم ومؤدب ولا يمكن يصدر منه شيء ابدا صح؟ لا ما في ابدا يا اخي ما في شيء ما يصدر منه. لا ما يصدر منه مؤدب جدا الواحد. وماجد عبد الله ممتاز ومحترم. ماجد اخوي يفسر لي ايضا وفزع مع محمد خيري. وش اللي خلاه وش اللي خلى البنيه انه ما حاول ما نرفزه هو يقول على خلق ومحترم ومؤدب. كيف نرفزه؟ طيب نرفزه بايش؟ بالاحتكاك بالدعاء. لا في ايش نرفزه؟ ماجد ما يتنرفز من اللاعب. ماجد تعرض لمباراه فيصل ابو ثنين انت لعبت مع ماجد ويمكن راقبت ماجد مهما ضغط على ماجد مهما كذا ما يتصرف التصرف مثل هذا. ابغى التصرف يا اخي محمد خيري ببراءه. طيب انت سالت خلاص خلي جاي. وش اللي خلاه ياخذ كرت احمر ويضرب اللاعب؟ تفضل يا استاذ محمد. ايوه خالد معك انا. هو طرح سؤال ايش اللي خلى ماجد الكابتن ماجد عبد الله يتنرفز ذاك اليوم؟ لا والثاني خلوق ومؤدب وكذا ما يستاهل. خلاص يا صالح خلاص. باختصار اول الاستاذ صالح ما هو طفل. الاستاذ صالح لا انا عارف ما هو طفل انا رجل عاقل وناضج. صالح يا صالح ما يجوز يا صالح. صالح حمادي صالح 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 حمادي لاحظ انك تتكلم اكثر خلاص ما يخالف. لا اهدى خلي الناس يتكلموا عند التليفون. حاضر انت قاعد 20 ساعه خليه يتكلم بالدقيقه. تفضل يا استاذ محمد. انا اتكلم من الرياض يا صالح حبيبي. المكالمه على حسابك محمد. لا والله كلموني اشياء. لا فكرت اقول لك من عندي سداد. كلموني سداد حبيبي على حسابي يا ابو حميد. تفضل يا استاذ محمد.
خالد ماجد عبد الله لاعب كبير ولا وأكد لك اللاعبين وأخلاقه عالية ولاعب. أنا والله مرة سألت ماجد عبد الله في برنامج مشاهير الرياضة، كانت حلقة خاصة عن ماجد عبد الله لأنه يستاهل إنه يكون حلقة خاصة. سألت سؤال يا خالد، قلت له أنت لاعب، كان سؤال قوي صراحة، أنت لاعب بارد. نعم لاعب بارد، لو قلت لأي لاعب الآن ممكن يلعب. طيب إيش اللي نرفزها هذاك اليوم؟ كان سؤال وجيه من صالح الحمادي. خليني أقول لك جوابه الآن. رد علي إجابة وفعلا إجابة كانت جيدة، وفعلا أنا ما قلت أرد عليه. قال لي يا محمد أنا لازم أكون لاعب بارد، لأن لو أن لاعب ماني بارد في كل مباراة حاخذ كرت أحمر وأطلع برا ويخسر فريقي. وإجابة منطقية رائعة من رجل حكيم، لاعب حكيم. نعم. اللي حصل، اللي حصل في المباراة إنه ماجد عبد الله ما ضرب اللاعب نهائي. عادة المدافع يحتك مع المهاجم بقوة عشان ينرفزه، واللي حصل مبارك الغانم كان ذكي، احتك احتكاك قوي مع ماجد عبد الله بحيث انه فعلا يعني كان قريب جدا من ماجد، وكان ظهر اللاعب مبارك الغانم في بطن ماجد عبد الله. ماجد عبد الله دفه بسيطه، وانا متاكد من كلامي، ما مبارك طاح على طول ومثل قدام الحكم، والحكم انضحك عليه وراح على طول اعطى كرت احمر لماجد عبد الله. وماجد عبد الله كان مؤدب جدا في اجابته علي في السؤال، قال لي انا استاهل الكرت وما يستاهل الكرت عشان ما يعمل مشاكل بين في المباراه، يحاول ينهي الموضوع باي طريقه لان استاهل الكرت. لكن والدليل على كلام انه مبارك الغانم قال لي فعلا يا محمد انا مثلت، ماجد عبد الله ما ضربني، الاعتراف سيد الادله. ومبارك الغانم اعترف انه فعلا ماجد عبد الله ما ضربه، وهذا دليل انه اخلاقه جدا عاليه. وقال لي واحد من الاخوان عندكم في البرنامج والله العظيم والله العظيم اني ما سبيت ماجد لا في اهله ولا في عرضه ولا في شيء. واعتقد هذا اكبر دليل يثبت انه مبارك نجم كبير وماجد عبد الله نجم كبير جدا. بارك الله فيك يا استاذ محمد خيري المذيع السعودي المعروف والاعلام السعودي المعروف، شكرا جزيلا لك يا استاذ محمد. اسمح لي خالد لا ماشي شكرا.